عقد ناصر، لمسة إلى كلوشة أمامية في وسط ملعب فاركو، لكن التمرير كالعادة غير متقن. فريق إنبي اللي لحد دلوقتي يعني ما اقتربنا من 25 دقيقة غير ناجح في الوصول إلى مرمى شيكا، لكن أحمد أمينو فقادر على الوصول يراوغ، أوبا قادر على الوصول، وبالفعل ها هو الوصول يختتم بأول جول مع الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول للقاء. لاعب اللي قادر على حسم الأمور حتى ولو من ربع فرصة، أحمد أمين أوفا يؤكد أنه هداف من طينة الكبار، يوقع على هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم. استخلاص من محمود عماد، كرة وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، هنا نشاهد راوغ ومر وفات من أحمد عوض، من تدخل مودي ناصر كانت الحكاية من بداية استخلاص ثم لمحمد حمدي، وصل الكرة إلى أوفا راوغ وسدد، كرة احتضنت الشباك بعد ما عبرت ومرت من تحت قدمي حارس مرمى فريق فاركو محمد سعيد شيكا. تزت الشباك عن طريق أحمد أمين أوفا